السلام عليكم، كل عام وانتم بخير دكتور. وانت بخير. سؤال بس انا ما رضيتش اساله عشان ما شتتش الصحافه، وهو لماذا لم تشارك الجماعه الاسلاميه في اعتصام السفاره الاسرائيليه؟ نحن اصدرنا بيانا في هذا الصدد، ادلنا هذه الحادثه، طلبنا بالتحقيق لاستبانه هذا، هل هذا الحادث كان على سبيل الخطا كما تدعي اسرائيل ام هو على سبيل التعمد، لان رد الفعل في كلتا الحالتين سيختلف. فقلنا انه اذا كان الامر في انه تم على سبيل الخطا فلابد من تقديم اعتذار اسرائيلي واضح وتعهد كامل بعدم تكرار هذه المساله. والى هذا الحين يتم وقف تصدير الغاز، والى هذا الحين يتم سحب السفير المصري من اسرائيل. ودعونا في البيان كافه ابناء الجماعه الاسلاميه ان يذهبوا لكي يتضامنوا دون لافتات، لان هذه قضيه قوميه، هذه قضية قومية لا يصح فيها أن ترفع فيها لافتات، وطلبنا منه أن يشاركوا في دعم الاعتصام والوجود أمام السفارة الإسرائيلية. ولكن في المحافظات الأخرى المختلفة سيرت الجماعة عدة مسيرات للتنديد بهذا الحادث، عقدت بعض المؤتمرات في بعض المدن في محافظات مصر مع بعض الائتلافات الأخرى ومع بعض التيارات الإسلامية الأخرى كجماعة الإخوان وبعض الاتجاهات السلفية لكي تندد بهذا الحادث وتؤكد على المطالب التي ذكرناها في هذا البيان. وفي البيان الذي أعلنته الجماعة قالت الجماعة أنها تضع نفسها في تحت خدمة أي قرار يحفظ أمن مصر تتخذ القوات المسلحة. أنت راضي على الموقف المصري بصفة خاصة؟ لا، الموقف المصري كان حدث فيه ارتباك، عندما رأينا بيانا يضرب رئيس مجلس الوزراء بسحب السفير المصري، ثم بعد ذلك تم التراجع عن هذا البيان. والموقف الآن يعني أضعف مما كان ينبغي أن يكون، لأن إسرائيل حتى الآن لم تقدم اعتذارا، وكما قال براك نحن قدمنا أبدينا الأسف فقط ولكن لم نقدم اعتذارا. فلذا نرى أنه يجب سحب السفير المصري حتى تقدم إسرائيل اعتذارا واضحا، طالما ثبت من التحقيق أن هذا كان على سبيل الخطأ، وأن يتم وقف تصدير الغاز حتى يتم تقديم هذا الاعتذار والتعهد بعدم وقوف حدوث هذا الأمر مرة أخرى. ولكن بالنسبة للتعامل الاستراتيجي في هذه القضية نحن نتركه إلى القوات المسلحة لكي تتخذ القرار الذي يحمي أمن مصر ويحمي الحدود المصرية، ونحن سندعمها في هذا الصدد أيا كان القرار الذي ستتخذه لصالح استقلال مصر ولصالح حفظ حقوق أبناء مصر. هل أنت مع قطع العلاقات وطرد السفير؟ لا، يعني أرى أن هذه المسألة هي مسألة تتعلق بالعلاقات الاستراتيجية المتعلقة بالدولة المصرية مع غيرها، فلو لم يكن هناك خرقا واضحا وكبيرا لمعاهدة كامب ديفيد فعند ذلك لا ينبغي الإقدام على قطع العلاقات لوجود حادثة حتى لو كانت فيها قدر كبير من الإجرام والبشاعة. وأن هذه المسائل تترك للجهات السيادية لكي تقرر الموقف الأنسب لصالح الدولة المصرية. الاعتداءات المستمرة من قبل العدو الصهيوني تجاه المصريين ألا يدل هذا على نقض المعاهدة معهم؟ يعني في تقديري هذه المسائل تقييمها يتم إرجاعه إلى الجهة التي تملك القرار السيادي في هذا الأمر، لأن لديها من المعلومات ولها معرفة بالقدرات والإمكانيات للقوات المسلحة التي تؤهلها لكي تتخذ هذا الموقف أو ذاك. شكرا دكتور، جزاك الله خير.